السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عاوتاني شرحنا لكم بزاف ديال المواقع والتطبيقات اللي ربحنا فيهم والحمد لله اول دولار ديالنا من الانترنت. وبالنسبه للناس اللي ما كانوش شافوا لي فورماسيون ديالنا او الدورات ديالنا اللي كنا درناهم بالمجان، بحال مثلا كيفاش انني نربح من اليوتيوب من الاول، او كيفاش انني نبدا نربح من واحد الكتب، انني كنصايب واحد الكتب وكنبدا نبيعهم في امازون كي دي بي، او كيفاش انني نبدا نصايب تيشيرتات كما كتشوفوا هنايا في ريد بابل، كنصايبوا التيشيرتات وكنبيعوهم بلا راس المال، يعني كنبدا فابور، او الناس اللي بغاو يتعلموا الكريبتو او العملات الرقميه، او الناس اللي كيبغيو يبيعوا الخدمات ديال فايفر. لكن اليوم جبت لكم تطبيق اخر بالنسبه للناس اللي عمرهم دخلوا تا دولار، يعني عمرهم دخلوا دولار واحد من الانترنت، واليوم ان شاء الله غيحاولوا يدخلوا اول دولار ديالهم بطريقه سهله جدا. يعني واخا تكون مبتدئ ولا ما كتعرف والو في الانترنت، اليوم ممكن انك تدخل اول دولار ديالك. وباش زوينه هاد الطريقه اللي غنوريكم، انك غتخدم غير بالهاتف ديالك، يعني ماشي ضروري خاصك البيسي. وقبل ما نبداو الفيديو، بالنسبه للناس اللي باقي ما مشتركينش في القناه، ممكن انهم ينضموا لنا في القناه ديالنا نوردين بي دي ار، ما عليهم غير يجيو هنايا ويوركوا على الاشتراك، وخليو لينا شي تعليق على الفيديو ديالنا باش كتشجعونا اكثر وكنزيدوكم فيديوهات اخرين. ونمشيو دابا نبداو الفيديو على بركه الله. اول حاجه غديرو غنحاولوا نمشيو دابا للبلاي ستور. ملي تدخلوا للبلاي ستور او جوجل بلاي، غتحاول تدخلوا الفوق غتكتبوا ماي ديلي كاش، هذا هو سميت ديال لابليكاسيون كما كتشوفوا في الشاشه، بحال هكا تحاولوا انكم تكتبوها وتوركوا على انستالي. والشركه اللي مصايبه هاد لابليكاسيون هي نيت ماي ديلي كاش كما كتشوفوا، ونوركوا انستالي. وكما كتشوفوا ان البرنامج فيه تقريبا شي 7 ميجا اوكتي، يعني ماشي كبير بزاف، نحاول نخليه دغيا تيليشارجا ونرجع لكم. بالنسبه للناس اللي عندهم الايفون، راه نحاول نخلي لكم هاد لابليكاسيون لتحت في صندوق الوصف. ها هو كمل، دابا نحاول نوركوا على اوفغيغ. صافي كطلع لي كيطلع لكم لابليكاسيون بحال هكا. اول بلاصه هنا كما كتشوفوا غير الشرح ديال هاد البرنامج، كيهضروا لكم على البرنامج، تحاولوا ديروا سويفون. كيدوزوكم لهاد المرحله الثانيه، هنا كيدويو لكم على الطريقه ديال الاداء او كيفاش غيخلصوكم. كما كتشوفوا البايبال هو فاش غيخلصوكم. بالنسبه للناس ما عندهمش البايبال، راه كشرحت لكم في القناه ديالي، حاولوا تدخلوا القناه وغتلقاو الشرح كامل كيفاش انكم تصيبوا حساب ديالكم في البايبال، حيت ضروري خصو يكون عندكم باش توصلوا فيه بالفلوس ديالكم اللي غتربحوا. هنايا نديروا سويفون، هنايا كيوريكم ان الناس اللي كانوا تخلصوا، انا شعملوا واحد تخلص. صافي كندوزو كنديروا سويفون، كطلع لنا هذه الواجهه. هنا اول حاجه غديروا تحاولوا تختاروا البلاد ديالكم، نمشيو نقلبوا على ماروك، حاولوا ديروا البلاد ديالكم، ها هو المغرب. هنا بالنسبه للنمره، تحاولوا الناس اللي عندهم مثلا 06 يديروا 6 هي الاولى ويكملوا الرقم ديالهم. بالنسبه اللي عندهم 07 يحاولوا يكتبوا 7 ويكملوا الرقم ديالهم، يعني دير الرقم ديالك هنايا. هنا في الكود ديال الريفيرونس حاولوا ديروا هذا الكود اللي كيبان لكم في الشاشه، هذا الكود راه كيعطيكم 50 نقطه، يعني كيعطيكم 50 نقطه باش كتبداو، يعني حاولوا تدخلوا هذا الكود باش تربحوا 50 نقطه. صافي وكنورك على هاد الخانات بربعة، كنوافق الشروط ديالهم، كنحاول نورك عليهم بربعة وكنديرو سويفو. كما كتشوفو دخلنا دابا لابليكاسيون، كما كتشوفو هنايا الفوق هاي هاديك 50 نقطة اللي ربحنا، هاي مكتوبة هنا الفوق، هادي هي الواجهة ديال لابليكاسيون. هنايا كيبان ليكم كاين واحد الاستمارات، إلا بغيتو تدخلو تعمروهم كتعمرو هاد الاستمارات، كيعطيوكم راهي مكتوبة تما الكريدي شحال، واحد جوج حداش، يعني كتحاولوا تشوفوا الكريدي، يعني شحال تربحوا من الكريدي، هذاك الكريدي هو اللي كيكون الفوق، هذوك هما النقاط ديالك، كتشوف نتايا شحال. المهم كل استمارة عمرتيها كتربح عليها النقاط، ولكن ما كننصحكمش انكم تعمروهم حيت ما فيهمش النقاط بزاف وغير غتضيعوا الوقت ديالكم. انا غنحاول نوريكم في هذا الفيديو كيفاش انكم تربحوا النقاط بزاف، ولكن نمشيو دابا بعدا لهنا فين كاين التصوير ديال الاورو باش نشوفوا شنو خصنا نديروا. نحاولوا نوركوا على هذا الاورو اللي كاين لتحت، كتطلع علينا هاد الواجهه ديال البيمو. هنايا كما كتشوفوا كاتبين لك ان عندنا دابا 50 نقطه، 50 كريدي، 50 كريدي هي 0.50 دولار. ولكن باش نسحب من هاد لابليكاسيون، يعني ناخذ الربح الفلوس منها، خاصني نوصل ل 1000 كريدي. كما كتشوفوا 1000 كريدي اللي هي 10 دولار، اللي هي 100 درهم مغربيه، عاد ممكن انني نسحبها.
دابا حنا يلا عندنا 50 نقطة، خصنا نجمعو 1000 نقطة. فين غتجمعها؟ غتورك على ديك البوطونة الخضراء اللي كتبان لكم لتحت، ومن تما ممكن انك تجبد 100 درهم يصيفطوها لك في الباي بال ديالك. يعني الهدف ديالنا من هاد لابليكاسيون هي نجمعو هادوك النقاط. وقبل ما نشوفو كيفاش اننا نجمعو هاد النقاط، نشوفو بعدا كيفاش اننا خصنا ندخلو البيمون ديالنا. غنحاولو نمشيو للبارامتر ونمشيو للبلاصه ديال البيمون، يعني ديال الخلاص، ونحاولو هنايا كما كتشوفو ندخلو الايميل اللي غنكونو صايبناه في البايبل. يعني فين غتصايب البايبل، البايبل غتصايبو بواحد الايميل، هذاك الايميل هو اللي غنحاولو نديرو هنايا ياك، ونديرو الميزاجور. فين غتدخل البايبل ديالك هنايا، غير غتوصل 1000 نقطة، وانك غتحولها غيصيفطوها لك ديريكت للبايبل ديالك. ومازال غنشرح لكم هاد البلاصه ملي غنتوصل ب 1000 نقطة في هاد الحساب حتى هو، وغنوريكم داك الشيء يعني باش تشوفوا الحقيقه ديال هاد الموقع اللي كما قلت لكم صادق 100%. نحاولوا دابا نمشيو نشوفوا كيفاش اننا حنايا غنجمعوا النقاط. نحاولوا نمشيو دابا لهذيك الدار اللي كتبان لكم تما، نوركو عليها هنايا بالصفر او بالليموني، ومكتوبه لكم ان كل واحد بارطاجيتو معاه الرقم ديالكم وتسجل من الرقم ديالكم راه غتربحوا 50 نقطة. يعني حنا غنحاولوا نوركو على هاد الليمونيه كما كتشوفوا، وركو عليها جوج مرات. ملي غتوركو عليها غتعطيكم فين بغيتو تبارطاجيو هذاك، فين غتبارطاجيو داك الرقم ديالكم. حاولوا انكم ديروا الواتساب، ملي غتدخلوا الواتساب غتشوفوا شي واحد مثلا الاب ديالك او الام ديالك او الاخ ديالك او اي واحد كتعرفوا في الدار، حاول تصيفطوا ليه، هو غيتسجل حتى هو غيدير نفس الطريقه اللي شرحت لكم دابا في الفيديو. غيحاول يدخل لابليكاسيون، غيحاول يدير الرقم ديالكم اللي غيطلع لكم، انا نحاول نوريكم هذا الرقم. يعني فين غيدخل حتى هو هذا الرقم كما دخلناه في الاول، غادي يربح حتى هو 50 نقطة ياك، وانت غتربح حتى 50 نقطة، يعني غتولي عندك 100 نقطة، وغتبقى غادي بحال هكا تتحاول تجمع 1000 نقطة اللي غتحاول تجمعها دغيا. يعني اي واحد غيبان لك في الدرب ديالك او الصديق ديالك او الاب ديالك الام ديالك، او عندك انت بورطابل اخر ممكن انك ديرها فيه، ودغيا غتجمع هاد 100 درهم. كما شفتوا طريقه سهله جدا جدا، يعني اي واحد ممكن انه يبدا يربح اول دولار ديالو في الانترنت. وكما قلت لكم هاد التطبيق راه صادق 100%، وراه مازال غنوريكم في الفيديو الجاي كيفاش انني غنبدا ندخل من هاد الحساب اللي كتشوفوا دابا، غنبدا ندخل فيه حتى انا الفلوس يعني مباشره معكم. وان شاء الله غنوريكم فيديو اخر عاوتاني، حيت غتكون هذه بحال دوره اخرى اللي غنوريكم في الفيديو اخر كيفاش انكم تبداو تجيبوا الاحالات، يعني تبداو تجيبوا الناس انهم يدخلوا التطبيق ديالكم او الرقم ديالكم اللي كاين في هذا التطبيق باش تبداو تربحوا عليهم، وغتكون بواحد الثمن اللي صغير. يعني مثلا في هاد الدوره اللي هاد الفيديو اللي شفنا ربحنا مثلا 100 دولار، يعني حاولتوا تدخلوا بنادم وربحتوا 100 درهم، اي 10 دولار ربحتوها. هذيك 10 دولار من الافضل انكم ما تخرجوهاش من البايبل، يعني خليوها في البايبل ديالكم حيت غادي نحتاجوها في واحد الموقع اخر اللي غنوريكم كيفاش انكم تبداو من هذيك 100 دولار تحولوها، ماشي 100 دولار ولكن 10 دولار انكم تحولوها لثمن اخر. يعني غنبداو نشريو الاحالات، نشريوهم بواحد الثمن اللي صغير، مثلا غنشريوهم بجوج دراهم 3 دراهم، وغنحاولوا نربحوا فيهم 9 دراهم 10 دراهم، يعني غنربحوا فيهم الدوبل بداك الثمن اللي خلصنا حنايا. هادشي كامل غنشوفوه في فيديو اخر، حيت مبغيتش نطول لكم الفيديو، بغيت ندير لكم بشويه بشويه. المهم حاولوا تطبقوا اليوم انكم توصلوا ل 10 دولار ومن بعد غنوريكم الطريقه كيفاش انكم تدوبلوا دوك الفلوس ديالكم. المهم الفيديو ديال اليوم غيكون سهله، كنتمنى انه يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش خليو لنا الاشتراك في القناه ديالنا، وتخليو لنا دي جيم ودي كومونتير، يعني تعليق اللي يكونوا زوينين باش تشجعونا اكثر واكثر واكثر باش نديرو فيديوهات اخرين. وتهلاو ليا في راسكم، باي باي.